بتواجد اليوم في فعالية الإنهاك الحراري وللعام 11 على التوالي. وطبعا كلنا بنعرف مدى تعني الإنهاك الحراري، إن في هناك فترة راحة لجميع العاملين في الدولة في فترة الظهيرة، وذلك حتى نحافظ طبعا على العمال وعلى طبعا صحة العمال من جميع الأمراض التي تتعلق طبعا بحرارة الشمس والرطوبة. وبنقوم فعلا في هذا الوقت كمان بتوزيع الأملاح الخاصة وبعض المشاريب المشروبات طبعا للعمال، حتى يعني نحافظ فعلا على صحتهم، وهذا أقل واجب يقدم للعمال. وطبعا هذا يعني دليل على كم دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على حقوق العمال والمحافظة على هذا. وإحنا فعلا بعد هذا يعني هنقوم بزيارة لمواقع لشركة فاص، ونقوم فعلا هناك على إسعاد العمال، وأنه دائما معهم إحنا، ونقدم لهم يعني كل ما هو جديد حتى في مراجعاتهم وفي حتى أوقاتهم.